طرقوع لبن يا مهند، طرقوع لبن. في شوارب هون هيك هذول. اهلا وسهلا بكم مجددا في حلقه مطبخ رؤيا لليوم. الشيف ابو عون خبى الطبيخ بالفرن وطلع لها الخضروات هيا قدامها هي. البروكلي حط لها البروكلي قدامها عشان يضلوا سايق بموضوع الصحي. اصول الشغل معلم سمير. والله اصول الشغل. والله. طبعا انضمت لنا اكيد زميلتنا الرائعه الدكتوره ربا مشربش. الله يحييك يا دكتوره. اهلا سمير. كيف هي احوالك وامورك؟ تمام تمام. كله بس تمام. الناس بينتبهوا كيف بزين الشيف. هات خلاص ما بعرف اذا عمرهم انتبهوا. كثير حلوه الفكره للعزايم. من لما صارت دكتوره صارت جامله جدا. لا هذيك المره كان عاملها بالفجر. مبسوطه على الجزر. كثير حلو تصميمه. مبسوطه على الجزر تبع اللي بيسوي الشيف نضال بريحي. شيف لازم تورجيهم. صراحه المبسوط اكثر انت. انا مش مبسوط والله كثير. ايش بعمل؟ بيقطعهم وبالمي بالبراشة. هو خبير جزر كثير. لا والله خبير. لا بس كثير حلو. والله خبير انا صراحه يعني كثير حلوين. بقرش له حبه جزر وبينام. اول ما يصحى ما عندي مشكله. ما عندي كل جزر يعني ما عندي مشكله. بس احنا اليوم مش رح نحكي على الجزر. اليوم رح نحكي على البروكلي. نحكي على البروكلي اكيد. والبروكلي نسمع كثيرا انه من الشغلات هو المفيده والكويسه وكويس الواحد يقرش بروكلي. صح. بدنا نعرف هذه الحقائق على البروكلي. بدنا نعرف عن فوائده، بدنا نعرف عن سعراته الحراريه. حفلة البروكلي. أكيد البروكلي كتير زاكي. أنا على فكرة من الخضار اللي كتير بحب أجيبها على البيت، ودائما بشجع للأمهات. هلا كتير في أمهات بيودوا اللانش بوكس الفطور للولد على المدرسة، لأولادهم على المدرسة، فأنا كتير بحب إنه دائما بيكون بروكلي جاهز ومغسول ومحضر ونصير نحطه باللانش بوكس للأولاد. كتير مفيد لأنه وكمان لأنه أهم فائدة إله الوقاية من السرطان. فإحنا طبعا الوقاية من هاي الأمراض تبدأ من عمر كتير صغير. فمن الخيارات اللي لازم ندخلها. فأنا أكيد دائما تحضير الخضار قبل بوقت ممكن يفقد شوي من بعض الفيتامينات، بس لأنه إحنا بعصر السرعة وبدنا ناكل خضار وفواكه، فمش غلط لو نحضر إشي بسيط ونحطها بأوعية محكمة الإغلاق زجاجية بالثلاجة ونصير نستخدمها ليومين ثلاثة. تمام. طيب. ما هي فوائده؟ هلا عنا أول إشي زيه زي باقي الخضار، قليل جدا بالسعرات الحرارية، مشبع جدا. عنا الكوب من البروكلي فيه 30 سعرة حرارية أو أقل شوي كمان، فيه 2-3 جرام من الألياف، بتميز بعدد كبير من الفيتامينز. يعني لما نيجي نحكي مثلا عن مصادر الكالسيوم أو فيتامين سي أو حديد من الخضار دائما بنذكر البروكلي، فهو غني بالبيتا كاروتين، غني بفيتامين سي، بفيتامين كي، فيه نسبة من الحديد، وفيه نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة. يعني إذا بتيجي بتعمل ريسيرش وأبحاث عن تبحث بالمعلومات إيش في خضار وعلها علاقة وأبحاث للوقاية من السرطان، بطلع عندك البروكلي والزهرة والملفوف. بس خلينا نوقف هون بس شوية قبل ما نكمل البروكلي. للناس اللي بيتابعونا خلينا نحكي لاول مره. دائما بنحكي مضاد للاكسده. صح. مضاد للاكسده هذا. صح. كويس. مضاد للاكسده شو يعني؟ مضاد للاكسده اوكي. هلا المشكله انه دائما في احنا بتعرض جسمنا لمواد ضاره، يعني بدي ابسطها لانه في كثير مصطلحات علميه. ابسط حالاتها فعلا. ابسط شيء في عنا شيء بنسميه الفري راديكلز، مواد ضاره. تمام. هاي احنا لما نتعرض لها من عده اشياء، من الاكل الغلط، من الدخان، من كثير حوالينا، ممكن تاذي الخلايا. تمام. اوكي. هلا المواد المضاده للاكسده زي كانها بتعمل وقايه لهي الخلايا وبتخليها باحسن شكل، يعني بتقلل حدوث الامراض، بتقلل حدوث مثلا احنا على الشرايين وجود ال LDL والكوليسترول بتاكسد وبصير يتصلب على الشرايين ويعمل جلطات قلبيه. فاحنا لما ناكل هاي المواد بنمنع هاي التفاعلات. بنمنع بنخلي الخلايا بشكل صحي وبيقلل من حدوث الالتهابات اللي بتؤدي لامراض مثلا زي سكري، سرطان وغيرها. يعني هذا بشكل مبسط جدا. احنا بدنا شكل مبسط جدا. يعني لما نحكي كلمه مضاد للاكسده بدنا نعرف انه شيء هذا بيفيد خلايانا، بيفيد خلايا الجسم وبيعمل وقايه من نسبه كبيره من الامراض. اوكي. هلا اللي بالبروكلي فيه الماده المميزه، في عندنا اكثر من ماده، في ماده مثل السلفورافين، هاي ماده مضاده للاكسده، وهاي الماده اللي بتساعد على الوقايه من السرطان. يعني وجد انه له علاقه بوقايه بسرطان الثدي وسرطان البروستيت وسرطان القولون، ففي عندنا وقايه من عده امراض من البروكلي. يعني هاي المجموعه من الخضار اللي بنسميها القرنبيات زي البروكلي والزهرة والملفوف، دائما لما نحكي على الخضار دائما بنحكي لون صحنك، عشان كل نوع خضار له فائدة غذائية، بس هدول الخضار لهم ميزة كتير كبيرة ومرات احنا بننساهم بأكلنا. صحيح.
يعني في ناس مثلا بروكلي ممكن بالعزومه لما نعمل خضره مشويه مثلا، او لما تكون مثلا معزوم بفندق على بوفيه تعمل حالك هيك قال من هذول اللي بتحط لك بروكلي يا 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 لمستك بتحط لك قال شرحه جزر عرفت عاد انت طبعاً وين عينك ما تاكلهاش طبعا انت عينك على الخروف الخروف مكتف قاعد هيك عينك على قاعد هو تحكي يا رب يطلع محترم الشاب ويحط لي شيء منيح يكبر لي اياها القطعه يكبر لي فعلا بس بال فلا هاي بالعكس عشان لازم نستفيد من فوائدها الصحيه للحمايه من كثير من الامراض بالسلطه زي ما حكينا دائما تكون موجوده باللانش بوكس تاعتنا وتاع اولادنا مش ضروري بس خس وخيار وجزر اذا بنحط مرات خضار حتى مرات ما بنحط خضار بنحط تشيبس يعني نادر ما نادر للاسف يعني حفيدي مثلا بحب البروكلي بطلبه طلب بالاسم كثير زاكي انا باسلم كثير مرات للاطفال كمان في كثير اطفال على فكره بيحبوا طعمه يعني تستغربوا في ناس ما بيحبوه بس في اطفال كثير بيحبوه انا كثير مرات بقدمه بجنبه صحن حمص دب او لبنه يعني بغمس الطفل فبياخذ فوائد هون وهون حفيدي طالع لجده لجده طبعا صحي طبعا هو لحاله بدي ان ايه قال انا بدي بروكلي انا زلمه بروكلي ايوه لانه يعني جده زميل معهد العالي للبروكلي بالضبط طيب اذا اللي عرفناه انه هو صحي للاطفال وقاية للسرطان وفي نسبه من الفيتامينز بس اهم شيء لما نحضره بالتفريزه خلينا نحكي على عجاله لانه الوقت ادركنا تفريزه وكيف ممكن نعرف انه خربان هذا ما بنقدرش ناكله هلا بس في ملاحظه سمير لانه لازم احكي لها هلا في كثير ناس بياكلوا البروكلي ني بتقدر تاكله ني بس اهم شيء تغسله بطريقه كثير منيحه احسن طريقه للتحضير للاستفاده من المواد المضاده للاكسده والفيتامينز انه نحضره على البخار او اذا بدك تسلقه سلقه خفيفه ما تتجاوز درجه الحراره 100 يعني اذا بدك تغلي المي بتخفف الحراره بتسقطه نتفه دقيقتين ثلاثه وبتاكله عشان تقدر تاخذ كل الفوائد بس على العجاله كيف نعرف انه خربان الخربان اول شيء بتغير لونه بصير لونه على اصفر أوكي. وبتدبل كثير الاوراق اللي حواليه هذا تقرب لها ما راح تاخذ فائده فيه دكتوره يعني يعطيك الف عافيه اهلا سمير ودائما معلومات قيمه ومفيده الله يسعدك الشنينه انا قاعد بصقع شنينه عادي الشنينه امورها تمام كالسيوم وكل شيء تين وابو عون مش صحي لا بروكلي 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 هيا جبنا اياه بدي اني اعطيك بالدم طيب خلينا شكرا جزيلا دكتور يعطيك الف عافيه